السلام عليكم الغزالات، مرحبا بكم في قناة ديالي يسرى الطنجاوية. اليوم غادي نقدم لكم طرطب فلان بلا جيلاتين وبلا فران، سهلة مهلة في التحضير بحالي عودتكم دائما، والمذاق والشكل ديالها كيجيو الروعة، انا مأكدة غادي يعجبكم. قبل ما نجوزو نشوفو المقادير، هذا الفيديو مشترك بيني وبين جوج ديال بنيتات مزيونات، دنيا من قناة دنيا بالمصاص وشيماء من قناة عالم الطبخ والبيت مع شيماء. غادي نخليكم مع هذا الفيديو القصير اللي غادي يعرفوكم براسهم. وقبل من هادشي كامل، اذا كنتو اول مرة كتفرجوا فيا مرحبا بكم، اشتركوا في القناة بالضغط على الزر الأحمر اللي تحت الفيديو وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم جديد ديالي. ودابا نخليكم مع دنيا وشيماء. غادي نخلي لكم الروابط ديال الفيديوهات ديالهم في صندوق الوصف. السلام عليكم اخواتي الغاليات، نتمنى يا ربي تكونوا على الف خير ان شاء الله. معكم شيماء من قناه عالم الطبخ البيت مع شيماء. اخواتي اليوم غادي نقدم لكم طرط موس شوكولا للاطفال، رائعه وسهله في التحضير كيف ما عودتكم دائما. كنتمنى مني تساليو في فيديو تشوفوا الفيديو ديالي الى عجبكم طبعا، وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. وشكرا لكم اخواتي. سلام خواتاتي الزوينات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. معكم دنيا من قناه دنيا بالمصاص. اليوم ان شاء الله باذن الله غندير لكم هالطارطه هذه ديال الفريرو روتشير بالشوكولا ديال الفريرو روتشير. ان شاء الله باذن الله كيف ما كتشوفوا كتجي طبقات بدون فرن. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. مني تساليو من عند اختي شيماء ومن عند اختي يسرى، ما تنساوش تدوزوا عندي انا القناه وتفرجوا في هاد الى عجبتكم. وما تنسونيش من اللايك ولي كومونتير ديالكم زوينين، تنحماق وكنموت عليكم. مع السلامه. بسم الله، نبداو مع المقادير. بالنسبه للقاعده اللي غادي نعملوا الطارطه، عندي هنايا 20 حبه ديال البسكوي، تقدروا تستعملوا اي نوع بسكوي بغيتو. انا غنستعمل هذا كيكس ماريا. عندي هنايا مغرفه كبيره ديال الكاكاو المر، دائما في ما كنحط شي فيديو فيه الكاكاو المر كيوصلوني نفس الاسئله، مين شريتي الكاكاو المر؟ مع العلم ان نزلت شي ثلاثه الفيديوهات وقيله كنوري فين كيتباع. المهم هذا الكاكاو المر كيتباع في ميركادونا في الجهه ديال القهوه. غادي نخلي لكم الفيديو اللي وريته فيه في صندوق الوصف. عندي هنايا مغرفه صغيره ديال الحليب، وهنايا 40 غرام ديال الزبده، تقريبا واحد جوج مغارف كبارين. هنايا غادي نطحن هذا البسكوي، غنهرسو واحد شويه باش يطحن بسهوله في الماكينه. غادي نزيد عليه هاد الكاكاو وغادي نعاود نطحن باش يتخلط مزيان. صافي، هما تطحنوا كيف ما كتشوفوا، خويهم في واحد البول. غادي نزيد عليهم هنايا الزبده ذوبته والحليب، ديك مغرفه صغيره ديال الحليب، وغادي نخلطو مزيان. فين بعد ما خلطتهم مزيان خويتهم في المول وغادي نوزعو مزيان. انا عملت هنايا الورق ديال الزبده في القاع، اذا بغيتو تعملو ما بغيتوش تعملو دهنوها بالزبده باش ما يلصقش. صافي، وغادي نضغط مزيان باش نثبتو القاعده ديالنا. صافي، دابا غادي ندخل النيبيره اي الثلاجه وغادي نخليها لبيد ما نوجد الطبقه الثانيه. بالنسبه للمقادير ديال الطبقه الثانيه، عندي هنايا نص يترو ديال الحليب، ثلاثه مغارف كبارين ديال مايزينا اي نشا، جوج مغارف كبارين ديال السكر، مغرفه كبيره ديال الكاكاو، واحد فلان. عارفه غادي تسقسوني عليه من كنشريه، على شي وريتكم كرتونه ديالو. هذا فلان انا كنشريه من ميركادونا، وريتو بزاف ديال الفيديوهات، باقيين بعض الناس اللي عاد بداو كيتفرجوا فيا دابا ما شافوهمش. المهم هذه هي الكرتونه ديالو. اذا كان عندكم فلان ديال الشوكولات، من الاحسن تعملوا فلان ديال الشوكولات. الناس اللي ساكنين في المغرب اولا اللي هنايا وتوفر لهم، يعملوا فلان ديال الشوكولات احسن. اذا ما عندكمش عملوا في حالي اي فلان عادي، يكون فلان عادي. عندي هنايا 40 غرام ديال الشوكولات، اربع طريفات ديال الشوكولات كحل، وعندي هاد ياغورت ديال الشوكولات فيه 120 غرام، ماشي ضروري القياس، يعني يكون عندكم واحد ياغورت ديال الشوكولات واخا تعملوه. بالنسبه للطريقه، غادي نزيد هنايا مايزينا على الحليب، نحركو، نزيدو السكر، غادي نزيد هاد الكاكاو، غادي نحرك، غادي نزيد فلان،
صافي وغادي نبقى كنحرك هيدا، ما غاديش نوقف يدي حيت كيف ما كتعرفوا ما زينه كتهاود من القاع وكتكتل كتبقى كتعملنا حتى كتولات حنا داكشي ما خصناش. المهم صافي نبقى نحرك حتى يبدا يغلي الخليط. صافي الخليط بدا كيغلي وبدا كيتقال كيف ما كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليها الطريفات ديال الشوكولات وهو سخون باش يذوب. صافي ما كيبانش هادشي مزيان على حساب الربو كيطلع. نحركو مزيان. صافي هنايا طفيت البوطه، هنايا كنحرك مزيان باش يذوب الشوكولات مزيان. صافي هنايا رجعت لي فحال الكريمه كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد عليها هاد الياغورت ديال الشوكولات. استعملوا اي نوع اي نوع توفر عندكم، ماشي ضروري هذا اللي استعملت انا. وغادي نحرك باش نخلط مزيان. دابا خلطت مزيان غادي نخويها هنايا فوق هاد الطبقه هادي فوق القاعده اللي عملنا بالبسكويت. غنحاول نسرحها هيدا. غنضرب هيدا باش تعلق. صافي دابا غادي ندخلها النيبيره اي الثلاجه وغادي نخليها واحد ساعه المكانه حتى تبرد وتتماسك مزيان، عاد غادي نوجدوا الطبقه اخرى. بالنسبه للطبقه الثالثه عندي هنايا نص يترو ديال الحليب، 200 غرام ديال الفرامبويسا او الفرامبواز هذا التوت، تقدروا تعوضوه بفريسه او الفراوله. عندي هنايا 3 مغارف كبارين ديال المايزينا اي نشا، 3 ديال المغارف كبارين ديال السكر، وهنايا جوج ديال الفلان بالنكهه ديال الفريسه. اذا ما توفرش عندكم تقدروا تعملوا فلان عادي، يعني جوج ديال الفلان عادي. بالنسبه للناس اللي كيسقسوني فين كيتباع فلان بالنكهات في اسبانيا، ما كاينش، انا ما جبرتوش كيتباع، هادو كنجيبهم من المغرب. شوفوا عند الجزار يقدر يكون كيجيبو كيبيعو. هنايا خويت الحليب في الخلاط، غادي نزيد عليه مايزينا والسكر، غادي نزيد عليه هاد الفرامبواز، وفلان، صافي وغادي نطحن هادشي كامل مع بعضو مزيان. دابا غادي نخوي الخليط في الطنجره وغادي نشعل عليه العافيه وغادي نبقى نحرك، العافيه تكون مهيله وغادي نبقى نحرك حتى يبدا يغلي، وديك الساعه حتى كنطفي عليه. بدا تقال يعني تبدا تقال ترجع كريمه ونطفي عليها. ها انتم القوام ديال الخليط كيفاش كيرجع، كيرجع بحال الكريمه. صافي دابا غادي نطفي عليه. صافي دابا غادي نخويها فوق الطبقه هادي بعد ما بردت وتماسكت. خصني نحرك هادي هيدا مزيان باش تعوض. صافي انا خويتها، دابا غادي ندخل النبيره غادي نخلي هادي كامله باش تتماسك لنا مزيان، وديك الساعه غدا في الصباح ان شاء الله نفتحوا عليها. دابا غادي نعدل الاشكال بالشوكولات باش غادي نزوق بهم الطرطه ديالي. تقدروا تستعملوا اي حاجه عندكم في الدار صالحه انها تعمل اشكال ديال الشوكولات تستعملوها، ماشي ضروري ليمون اللي خاصه بالشوكولا. بغيت نشارك معكم هذه الفكره باش اللي ما توفرلوش ليمون ديال الشوكولا يقدر يزوق باشكال جديده. بحال هنايا عندي انا هذا المول ديال كان فيه شوكولات ديال ميلكا، ملي خوا غسلته مزيان وخبعته، وعندي ديك المول اخر اللي خضر هذا كان فيه واحد النوع ديال الجبن كيجي فيه جبن ستيتو، حتى هو ملي تسالى غسلته وخبعته. وغادي نبدا نعمر، انا ملي شويه شويه حتى انا باغا نعملو مرقاقي ساعه غادي نعوضو. ثلاثة غادي نضرب بهاد الطريقه هادي باش يتعوض.
اما هادو عرفتوا شنو هادي؟ هادي ضحكوا عليا، هادي ديال البيطات. كنت كنصب بيطات في النبيره وهي تبان لي هادي، قلت هادو الشكل ديالهم مزيون، غادي يجيو العمر بالتوكا، يجيو شكلات مزيونين التزيين. المهم عمرتهم بالشوكولات وصافي، غادي نخليهم دابا، غادي ندخل كلشي النبيره، غادي نخليهم يبردوا مزيان ويقصحوا، ديك الساعه نزولوهم باش نزينوا بهم. ها هي الطرطه ديالنا، من بعد ما تماسكت مزيان خرجتها من المول، خليتها ليله كامله كيف قلتلكم. عندي هنايا هاد فتاوت ديال الشوكولات كيتباع ديجا هيدا، غادي نزوق بها، غنهز هيدا ونبدا نحاول نلصق في الجناب هيدا. دابا غادي نبداو التزيين، غادي نزوق بشويه ديال الفرامبواز و التوت كحال. المهم التزيين كيبقى على حسب الذوق ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطرطه ديالنا من بعد ما زيد. هادو الاشكال ديال الشوكولات اللي عدلنا البارح، بغيتو تعدلوهم يعني بغيتو تعدلو اشكال ديال الشوكولات في قوالب خاصه بالشوكولا، بغيتو تستغلوا اي حاجه عندكم في الدار بحال اللي عملت انا. وطبعا التزيين كيبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم، كنتمنى تشتركوا في القناه ديالي اذا كنتوا باقي ما مشتركين شي، مرحبا بكم. وما تنساوش تزوروا القناه ديال شيماء ودنيا وتشوفوا الطرطات اللي هما عدلوا لكم. السلام عليكم، تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.